مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حصن نفسك، معكم عائشة وراء الميكروفون وكيرافقنا مهدي في الإخراج، وحاضر معنا الأستاذ فؤاد الإدريسي فرقاني اختصاصي في العلاج بالرقية الشرعية والطب النبوي. أهلا بك أستاذ. أهلا بك عائشة، مرحبا بك أختي. صحيحة بخير، أحوالك طيبة؟ الله يطول عمرك أختي. الحمد لله. إذا غادي نواصلوا بإذن الله الحديث ديالنا دائما عن قصة سيدنا إبراهيم الخليل مع الابتلاء، وغادي نذكروا بأرقام الهاتفية 0522-36-10-36، نعيد 0522-36-10-36. يمكن لكم كذلك تبعثوا لنا برسائلكم دائما على 5566، أعيد 5566. إذا على بركة الله أستاذ نواصلوا الحديث ديالنا. نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا أختي عائشة البارح يعني لما يعني خرج إبراهيم الخليل طرده أبوه يعني من المكان اللي كان معاه، فوعد أباه فقال سأستغفر لك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ثم يعني لما خرج يعني خرج يطلب الهداية من الله عز وجل يعني من الضلال اللي كيعيش فيه القوم ديالو. فأول ما كان يقول في حقه سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. وهذه أختي عائشة وهذه المناظرة لقومه وبيان وتبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة لا تصلح للألوهية ولا أن تعبد مع الله عز وجل، لأنها مخلوقة مربوبة بأمر الله، مصنوعة مدبرة مسخرة، تطلع تارة وتأفل أخرى فتغيب عن هذا العالم، والرب تعالى لا يغيب عنه شيء سبحانه ولا تخفى عليه خافية، بل هو الدائم الباقي بلا زوال سبحانه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. فبين لهم أولا عدم صلاحية الكواكب، ثم ترقى منها إلى القمر الذي هو أضواء منها، ثم يعني أضواء منها وأبهى منها يعني ضوءا وكذا ويعني وحسنا، ثم ترقى إلى الشمس التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء وبهاء، فبين أنها مسخرة كذلك، مسيرة، مقدرة، مربوبة بأمر الله عز وجل، أي الصانع والخالق لها هو الله عز وجل الله سبحانه وتعالى. سبحانه. والظاهر أختي عائشة أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حاران الذين كانوا يعظمون هذه الكواكب فإنهم كانوا يعبدونها، وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام وهم الذين ناظروا في عبادتها وكسرها عليهم وأهانها وبين بطلانها، كما قال الحق سبحانه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوتانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبي وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. سبحان الله، أتاه الله الرشد في صغره، أتاه الله رجاحة العقل يعني أتاه العقيدة الحق في قلبه، رزقه الله إياها سبحانه وهو يعني صغير ما زال في رشده، فهذا إنعام من الله عز وجل. لأن الله عز وجل يصطفي من عباده أختي عائشة من يشاء، فالرسل اختارهم الله يعني اصطفاهم من بين خلقه ليقوموا برسالته على الوجه الأكمل والأتم.
ثم أختي يخبر الله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه أنكر على قومه عبادة الأوتان وحقرها عندهم وصغرها وتنقصها، فقال ما هذه التماثيل، سؤال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني معتكفون تعبدون من دون الله خاضعون لا تتدلون ولا من غير الله، يعني قالوا وجدنا، هو دائما يخاطب فيهم العقل أختي سلمى، لعلهم يتحركون لعلهم يكونوا في هنا يعني تتحرك الفطرة السليمة كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود أختي عائشة يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فهذا كل مخلوق يخلق. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبناء المشركين الكفار فقال يعني أمرهم عند الله عز وجل، هم ما اقترفوا شيء، لكن الله عز وجل يأتي بهم غدا من القيامة ويخيرهم في الملة. فيعني لا حساب عليه، فيعني كل مولد يولد على الفطرة، فإبراهيم الخليل كان يخاطب فيهم العقل كي تتحرك الفطرة السليمة لكن بدون جدوى. قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين، يعني وجدنا ويعني ونحن على أثر مقتدون هكذا، يعني كما يفعل بعضنا الآن لما يمشي يتمسح بالأضرحة ويعبد سيدي فلان وعلان وكذا، ايوا يقول لك احنا انت بغيت تحيدينا هذا الشيء سيدي، احنا وجدنا الآباء ديالنا وأمهاتنا وكذا ويمشيو لسيدي فلان ويعطيوه وكيلقى الخبيزة ويلقى الحليب وكذا، كل هذا صنيع من الشيطان يبت في أذهان الناس ويلقوا هذا الوساوس كي يكفروا برب العزة، وهذا حارس عليه منذ النشأ إلى أن تقوم الساعة. يخبروا يعني قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين وما كان حجتهم إلا صنيع الآباء والأجداد وما كانوا عليه من عبادة الأنداد، وقال لهم قال هل يسمعونك، ودن يخاطب فيهم العقل مرة أخرى، هل يسمعونكم اتدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ما زالوا هم في طغيانهم. سلموا له أنها لا تسمعوا داعيا ولا تنفع ولا تضر شيئا، وإنما الحامل لهم على عبادتها والاقتداء بأسلافهم ومن هو مثلهم في الضلال من الآباء الجهال، يعني هذه هي حجتهم. ونستشهد بآية أخرى يقول رب العزة سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وإذا قيل الشهيد عندنا أختي عائشة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. يعني هنا ليش يعني دائما المكابر والمعاند في شرع الله يعني سبحان ولو تبان لي الحقيقة مع ذلك يعني يأخذوا يتشبت بالرأي دياله ولو على الضلال، وهنا الشيطان دائما وقف على القافية ديال لا أنت على صواب وأنت، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. شكون بغيتي أنت، أنت بغيتي توريني، وكثير ما نسمعه يعني يكون داعية إلى الله عز وجل يمشي يدعو شي واحد من القوم يقول له مالك أنت بغيتي يعني تعلم عليا فيها ومرشد الدين وكذا، وهذا والعياذ بالله هذا لو أراد الله بهذا الإنسان خيرا لوهبه، لأن من يريد به الله خيرا يفقهه في الدين. ثم قال نبي الله الخليل عليه السلام قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. الآن إبراهيم خليل هو الذي يوحد الله في هذا الزمان لما كانوا هاد عباد الكواكب وكذا، وهو يعني سبحان الله يعلنها ويطلقها مدوية في الأرجاء كتشهد عليه يوم القيامة ويبقى صوته خالدا إلى يوم القيامة. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، هذا إبراهيم الأواه الحليم. بل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ربكم ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض الخالق لهما، يعني هذا بلسان حاله أنا ذاك غير مثال سبق، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأنا على ذلكم من الشاهدين. استرسل أختي قليلا قبل أن نفتح الخط أمام المستمعين، لأن يعني إبراهيم الآن لما وصل مع القوم بدأ في يعني العد العكسي
لرميه في النار. نعم. الآن أصبح يعني يغيظ هؤلاء القوم، الآن عاب آلهتهم، الآن سفه أهلامهم، الآن هو على مشارف الوعيد الشديد. إذن أختي ماذا قال رب العزة؟ نعم. قال يعني في حق إبراهيم لما يعني خاطب فيهم العقل ولم يتحرك، خاطب فيهم الفطرة السليمة ولم تستجب، الآن غادي يبدأ يدير يعني كيف نقوله يدير شرعيته. قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يعبدونها بعد أن يولوا مدبرين إلى عيدهم. وكان أختي عائشة لهم عيد في السنة، كيبشيوك وخرجوك هذا وكيخليوا هذك الأماكن ديال العبادة ديال الكواكب الأصنام كيخليوها وحدها، فيقدموا لها القرابين ديالهم، حطوا لها يعني المآكل والمشاريب ويروح. فبالتالي قيل إنه قال هذه خيفة في نفسه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه سمعه بعضهم وكان لهم عيد يذهبون إليه في كل عام مرة إلى ظاهر البلد، فدعاه أبوه ليحضر معه فقال إني سقيم، تحجج بهذا القول أنني مريض. نعم. علاش؟ باش يرجع للآلهة ويستغل الفرصة ما كينيش، وغادي نتبعوا القصة. نعم. إن شاء الله غدا إن كان في العمر بقي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. الله يجزيك بخير أستاذ. ناخذ أولى المكالمات دائما على 0522 26 36. نرحبوا بأمال من بني ملال. السلام عليكم أمال. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. شكرا بزاف على هذا البرنامج هذايا. العفو لله. وتنقول للأستاذ الله يرحم الوالدين استفدنا بزاف، ولكن المشكلة هو أن الإنسان دابا كيولى رجع هادشي كلشي ولا نفسي. أنا دابا دوزت عامين ديال العذاب، مشيت تيجي عندي بقا ومشيت عند واحد تشبع فيها ضرب، والمشكل هو أنني دابا باقا تنطيح. دابا فاش كنطيح خصوصا فاش كنتعصب بزاف ولا وعندي واحد الخوف انني لا تحت راه زوجتي اللي غادي يعيرني ويقول لي داكشي كلشي غير نفسي كلشي. ما عرفتش دابا كيفاش غادي ندير، واش نتحكم في النفس ديالي ولا ندير الرقيه. والرقيه ما قالهاش ليا، قال لي لا كلشي داكشي عندك غير نفسي. نعم. وانا المشكل دابا فاش كنطيح المشكل هو انني تنقول كاع داكشي اللي داز وكنسمع داكشي اللي كان كان عارف اش كندير. يعني كتكوني في الوعي ديالك. نعم. ماني ما عارفاش كيفاش غادي نتحكم في راسي، ما هذيك الطحان دابا هو اللي قاتلني. خير ان شاء الله تسمعي نجاوبك. نعم نجاوبوها استاذ الله يجزيك بخير. نعم اختي عائشه الاخت يعني قالت صوابا ان شاء الله. فيعني الحاله اللي كتنتابد الاخت ديالي انا اقول يعني باش يعني نطمئنوا الخاطر ديالها، ما تخافيش اختي وانت لستي مجنونه. وحتى الانسان يعني ما بقاوش ناخذوا هذه المساله عيب الا مشينا على الطبيب النفسي ولا الطبيب النفسي راه انا مجنون. لا بالعكس ممكن ما. انا يعني تضجرني بعض الاشياء الا ما فهمتهاش ولا هذا ممكن يمشي عند الطبيب صديق ديالي وريح معاه ويرشدني هذا. ولكن الاولى الا بذكر الله تطمئن القلوب. صحيح. يعني الطب النفسي مش هو عيب، ثم بالتالي الرقية مشروعة. ولكن هاد الأخت إلى يعني دائما هادشي نشوفه كنرجع للحالة النفسية. إلى عندها اضطهادات نفسية، عندها مضايقات في الأسرة ديالها، عندها مشاكل، ممكن أختي تودي بها وغادا تمشي عند الراقي وبقى غادي يدبس فيها مزيان. وسمعنا العجب العجب. أنا بغيت يعني كاين الأخوة مساك اتصلوا عليا، وحدة قال لي بقى عليا غير الظهر ديالي ورا القفا ديالها، وحدة بقى عليها في الجبين ديالها في النصية، وكنعرفوا الظرف في النصية يقدر يسبب نزيف وخطير، وقدر تعدنا واحد الماده رماديه بكثره الظرف النصيه ممكن ينزل هذه الماده تنزل على العين وتسبب العام المفاجئ. راه والله العظيم هذه المشاكل راه مصيبه كبيره. راه انا كنت حتى فتحت اختي عائشه يعني الخروقات ديال المعالجين هذان الله واياهم، ما كنعممش، كاين الناس نزاء والله ما يضرب شي وحده، ولكن كاين الناس ما شاء الله، ولكن اكثر يا اختي يعني عندهم اخطاء فادحه. وارجو ان شاء الله الله عز وجل والله العظيم يعني احنا ما كنتعلموا على شي واحد ولا كان يعني كنعملوا عليه استاذ، لا حاشا لله. انا كنقولوا يعني الان يعني نهيئ، وانا عندي الان الحمد لله جمعيه تهيئ باذن الله، وغادي الله عز وجل المسؤولين يعني مساعدنا الحمد لله، فغادي نجمعوا الشمل ديال هاد الرقات وغادي نبداو نرشدوهم ان شاء الله، وغادي نبداو نعملوا لهم يعني تكوين علشان يتحيدوا هاد المسائل هاد المشاكل الخيبه. ف
الاخت غادي يضربوها. انا يعلم الراقي انه يقدر يجي عندي الى عندي الصاله عامره ب 40 ديال الناس ولا 20 راه ندير 15 في الناس، راه كلهم عندهم اعراض نفسيه مصاحبه للمس الروحي، فخصنا المعامله الطيبه والكلمه الطيبه ونطبطب لهم على كسافهم على يديهم ويدخلوا براحه عند خوهم. نعم ماشي عند واحد جلاد. راه بهذا وقلتها مع اختي سلمى نهار الاربعاء ومن الاستو ادري ما بقيش يعني ذكر، فقلت يعني ناس ذهبوا يحدوهم الامل عند راقي فوجدوا جلادا لا يرحم، راه هذه المشكل. فانا من اين لكم هذا الضرب ومنين جبتوه؟ حتى الاقوال التي وردت على احمد بن حلبل جاب عطاه العصا وعطاه الواحد وكذا، يا اخي اتقوا الله روح ضرب واحد العصا غادي غادي تمشي تتابع قانونيا. هادشي راه والله حتى بلغني اختي واقولها استسمح استسمح يعني بلغني يعني من اخت فاضله مسكينه واحد عمل لها بلاستيك فخنقها بها يعني وهذه الممارسة موجودة، دخل لها البلاستيكة في العنق ديالها وقجا بها. لولا فاضت هذه السيدة أنفسها فأسأل الله اللطف، أسأل الله. هذا هو القرآن أختي، هذا هو العلاج، هذا كيف. والله قلتها لسلمى قلت لها لما تكون رقية جماعية وخرج واحد غادي مجري بحال الثور، وبلغني أن راجل خرج مسكين ما عاقلش على راسه صدمات سيارة. فإذا جبنا حول قوة إلا بالله عيشي معي أختي عائشة دقيقة واحدة. لو جبنا واحدة تريد أن تعتنق الإسلام أو واحد يريد أن يعتنق، وما أكثرهم الآن في بلاد المسلم هذا البارد الله يبارك فيك، يجيو الناس بزاف من برا وكيسلموا هنا في هذا البلد. فأختي تصوري ما بالك إلا داز من حدا راقي وشاف واحد خارج في هذيك الحالة وحدة تشق جيبها وكتندب حالتها وكتغوت وكتصيح، بالله عليك إلا سول هذاك اللي باغي يدخلوا الإسلام ويقول له شنو هادو مالهم، يقول لي راه يقرأ عليه القرآن والحالة طرات له، بالله غير اعتنق الإسلام غادي يخاف والله حتى يرجع في حاله، أول طيارة غير يرجع في حاله. يعني مصيبة لأنه نعطي صورة قاتمة عن كتاب الله عز وجل. ومازال عندنا حلقات غادي نذكروا كيفاش القرآن خصو يكون وكيف كان القرآن على هدي سلفنا صالح وكيف شاب رسول الله من هول القرآن لما رآه أبو بكر الصديق قال له ما لي أراك شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر، يعني وهود وأخوة عما يتسألون. سورة النبأ كل آيات اللي تذكر فيها أهواله يقيم شيبت رسول الله. هل شيبنا القرآن كما شيب سيد الخلق؟ راه مشكلة عباد الله، ودرنا القرآن وما زال ما بقاش غير كيتقرا على الرقية باش نتيستيو بها الإنسان نديرو ليه تحليلة، راه فتناها عندنا كندقوا عباد الله وكنربطوهم ونشربوهم بجافيل ونعطيهم الحنتيتة ولا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف الله يهدي ما خلق. أمين أختي أمين أختي. ليلى من أكادير، السلام عليكم ليلى. الو السلام عليكم. نعم لالا ممكن نهضر مع استاذ؟ نعم تفضلي. السلام عليكم. انا ديجا مشيت عند الراقي باش ندير رقيه راسي غير هكا. نعم ولكن فاش كيدير رقيه كيدير رقيه جماعيه وكنشوف الناس تما كيطيحوا داك الشيء وما كنقدرش نتحمل. نعم وجيت للدار وكناخذ مقاطع من يوتيوب تاع الرقيه الشرعيه، واش ممكن نقضي راسي بنتك قبل ما نمشي عند الراقي؟ نعم اختي الان دابا يعني الاخت الفاضله ماشي كنعموا الرقاد كل شيء، كاين الناس اللي حيت حنا تنقولوا انا ملي كنقولوا الناس هم ياخذوا واش راه غادي يعود كل شيء راقي. انا ماشي راه الراقي عنده اختصاص. راه انا ملي كندير هذاك بحال اللي عندي ديك الصيدليه في البيت كندير الاسعافات الاوليه ضمادات هذه كذا معقيم كذا كذا، ريت من وصل الطبيب الذي يضمد جراحي حقيقه. فراه الراقي هو بهذه المثابه، الا كان انسان محنك عنده ممارسه سليمه عنده خبره عنده يعني القاع والباع في هذا الطويل في الرقيه راه مزيان. راه حيت حتى بعض المرات راه قلت البارحه الاخت الفضيله كتسمعيني راه قلت كتدخلوا على بعض المقاطع في النت وكتبداو تهزوا منا وكذا، وكاين الانسان والله العظيم جاونا لقيناهم مشبكين مخبلين بدوك المواقف اللي قراو على النت تيقول لك هادي ودير كذا وذكر كذا ودير هادي، فلقينا الوباء والمصائب. راه لانه هادي الشهادات راه ما تبتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. راه كنقولوا مي كنمشي عند الراقي رقيني ويحتفظ بالمعلومات ديالو لنفسه ويرقيني باش يجي. لاش كنمشي كان ملي كيجي وقتي عائشه حنا تيجيو الناس كنهدئهم من نفسي تنقول لي انا اقرا عليك بركه من القران علشان تنزل عليك الرحمه والسكينه لا اقل ولا اكثر، ثم اعطيك دواء. راه ممكن ما نعطيش ما نقراش عليه، غادي نعطيه غير دواء غيكون لاباس عليه، خذ هذا العسل خذ هذا غادي يشافيه، ولكني تكمله وتدعيما ارقيه بهذا الكلام باش يشافيه الله. ما حنا الا درنا الرقيه في البيت قلنا المعوذتين ايه الكرسي سوره الاخلاص يعني فيها كفايه، لكن اذا استفحل الامر وشد الخطب ذهبنا الى راقي اللي هو اللي غيعرف كيفاش يخرجني من الحاله. نعم ناخذ كذلك رشيد من خريبكان. السلام عليكم رشيد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم باغي نتولى. نعم تفضل. مرحبا. نعم. واحد الدرية عندنا من العائلة كتمسكينة دابا كتشوف. كتفتح بعض البر داكشي دابا مشى لها البصر ديالها وبقات كتشوف دابا وكل مرة دابا يجيبوها فقيها كل مرة يجيبوها عادة تيقول لهم يوم تيقول لهم ثلاث أيام. نعم. نعم. وجا ما مفاجئ؟ مفاجئ جا مفاجئ. شحال هادي ديال المدة؟ يقول دابا مشي 4 شهور تقريبا هادي. وما شافتش ما بصرتش بتاتا؟ باقي ما بصرت والو دابا كل مرة تيجيب لها فقيها كل مرة يجي يقرا عليها واحد كل ما يسوي. هاد السيدة متزوجة؟ متزوجة. عندها أبناء؟ لا باقي ما عندهاش. كيفاش الحالة دي؟ شحال هادي باقا شحال تزوجت؟ شحال تقريبا نعم؟ تقريبا شي عامين هادي. نعم. كيفاش الأحوال ديالها ما بين الزوج ديالها؟ مزيانه واقيله واقيله برا دابا عايشه برا تقدم المريض. على اي شي حال اخويا هذه الحاله ديال الاخت راه فيها نظر ان شاء الله وهذا العمل المفاجئ اللي كيجي اختي عائشه مفاجئ. دازوا عندنا في حالات وشوفوا باذن الله عز وجل وحتى الطبيب يعني واحد الطبيب فاضل. انا وقعت عندي السنه الفارطه واحد الحاله كان جاتني واقيله من النظر ربما وبديتها وكملها واحد الاخ من اللي النظر كان عندي الوقت ضيق ويعني وكان الخير وهذيك كنت وعدت الاخت في نفس الجلسه قلت لها اليوم غادي تبصري باذن الله وبصرت في نفس اليوم وهذه الحالة ارتبطت بها أثناء الحمل لأنه كانت عندها حالة نفسية ودخلت فيها وسوسة الشيطان ونيت فقدت البصر ديالها والطبيب سبحان الله الله يجزيه خيرا قال لها متي ما عندنا شي حاجة مزيان هذا الشيء اللي عطيناك هو اللي كاين لكن سيري عملي الرقحة سبحان الله هذا الطبيب والله يعني كنحبدو بحال الناس وترحبوا بهم وعلى الراس والعين. نعم. اذا نمشيو نقراو رساله اخرى توصلنا بها دائما على 5566. السلام زينب معك عائشه اختي الفاضله كتقول للمستمعه الكريمه كنحلم باللي كنشوف يعني السماء او السماء مكتوبه فيها ايه قرانيه اذا احنا ماشي كنصرو لا 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 ماشي بخير ان شاء الله خير تكوني من اهل الصالح تكون ان شاء الله يا رب. اذا رساله اخرى الله يجزيك بخير استاذ كيفاش يمكن ليا ندير الرقيه من اللي كنزعج عفوا بالحلم اللي كنحلم به اثناء النوم. قلنا الاذكار ديال المساء واذكار النوم وقلنا الا كانت كتراودك بزاف هذه يعني وكيجينا من وراء داك الجاتوم يعني بغطات اللي كنقولوا حنا بالدارجه الجاتوم او الكابوس يعني تحاول تعمل تقرا الايه الكريمه يعني محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء وبينهم تراهم الى اخر الايه هذه مفيده ان شاء الله جيده. نعم ان شاء الله ما غيبقاوش عندك. نعم ان شاء الله يا رب. ناخذ كذلك ايمان من اكادير دائما على 0522 36 10 36. السلام عليكم ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك لالا بغيت نسول أستاذ. تفضلي لالا. أنا يا لالا مريضة بالوسواس بزاف. إذا إيمان الصوت وقيلا وصلت الرسالة. نعم وصلت الرسالة ديالها غادي نجاوبوها نظرا ما ما قدرناش نوصلوا معها الحديث عندها مشكل في الهاتف ديالها. نعم نعم اختي الوسواس قلنا يعني أفردنا حلقات عديدة وتكرمنا من على حالة الوسواس وكيفاش الشيطان عندهم مدخل كبير واليد الكبيرة يعني هو المسؤول في أول شيء على هذه المسألة هذه. لكن المسؤول الثاني هو الإنسان نفسه لما حذرنا الله عز وجل وأعطانا وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا يعني اعطانا كاع المواقف كيفاش كيجي في الصلاه في الوضوء في الحياه ديالنا اليوميه في كذا يعني الحذر الحذر فبالتالي الى وقعنا وقلنا تفاقمت الحاله لازم نزير الطبيب. علاش؟ لانه من اللي عاد عندي وسواس قهري وسمي وسواسا قهري لانه يقهر صاحبه تعود مسكين يغسل بزاف يسد الباب ويحله يعود ما متاكد من حتى حاجه الوسواس في الناس في المحيط ديالو في اي حاجه يعني اي حاجه يعني ما تتصوري كثر له في هذا الوسواس. فبالتالي هنا وقع عنده خلل في مادة السيروتونين أو الدوبامين يمشي على الطبيب يكملها ليه بالأدوية أو يرجع يرقي نفسه وغادي يكون لاباس عليه إن شاء الله. إن شاء الله نرحبوا بمحمد من مراكش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف دايرك بخير؟ الله يبارك فيك محمد. دايرك لاباس عليه؟ يطول عمرك أسيدي. نشكركم على هذا البرنامج. على فكرة أستاذ دكتور بغيت نسولك عندي واحد أختي وختنا جا ليها شي واحد كيخطبها غير كي يعني هي كيجي كيرجع ما بقاش كيرجع مره اخرى ولا الى كاع هضر عليها غير كيهضر ما بقيش يعني كيمشي كيقول لك راه غادي نجي عندكم ولكن ما بقيش كيجي. مرحبا ياك ما كتطلبوا لي الصداقه غالي بزاف.
لا ما كنطلبوا ليه حتى شي حاجه يعني يجي كيقول لك راه غادي نرجع ان شاء الله غادي نجاوب ان شاء الله يعني من باب نعم من باب بغيت نبسط مع خويا ان شاء الله خير ان شاء الله وغيكون خير تسمع نعم اخويا بغيت نسولك عافاك كنت خطبت واحد البنت نعم ومن اللي صلاة الاستخارة نعم سمعت أول حاجة سمعت قلت سمعت الله يرضي عليك وأنا من اللي صليت صلاة الاستخارة كنت كان بكيت شي شوية وإنما حسيت بالراحة وخا بكيت وارتحيتي لهذيك السيدة في الخطر ديالك؟ هي ارتحيت لها بزاف وإنما ما عرفتش علاش أنا كنت كان بكي عادي هذا دموع الفرح تبغيتي تجوز إن شاء الله إن شاء الله يا رب الله يكمل توكل على الله سيدي توكل على الله نعم ما يخص الأخت ديالو الأخت ديال أختي لازم إذا كانت شي تكرر كثيرا فما يكون من العين أو يكون من شيء آخر يعني ما نبغيش نبتوا الفتنة فيرقيها نعم. حاول يعني يعمل لها الرقيه من ثلاثه المرات حتى الربعه مزيانه ان شاء الله تعالى باذن الله نعم. مع الاغتسال والشرب الماء وكذا غيكون لها خير ان شاء الله نعم ان شاء الله نتمنى الخير دائما للجميع السلام عليكم والسلام انا انس من الدار البيضاء انا مريض بالوسواس ولكن في شهر رمضان الفاضل كيقول كان مرض بزاف كان تغير كليا نعم هذا ما زلنا نقولها اختي عائشه نعم. الناس كيخطوا واحد الخطا كبير ملي كيكون عندنا الوسواس باقي ما فيش حده كثيره نعم. باقي شويه خفيف في البدايه نلعنوا الشيطان عدو الله واما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله انه السميع العليم ثم نعطي الثقه في نفسي ثم اتشبت يعني بهدى الله عز وجل وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم النص ديال القران النص ديال السنه ويعني كيقول يعني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد جاهل ما يعرف لا يقدم ولا يؤخر لان الشيطان ملي كيمشي واش يعني غادي يمشي عند واحد عنده عين موفق ما يقدرش غيمشي عند داك اللي ما عنده والو بدا يلبس عليه في الوضوء وفي كذا وفي كذا وكيبدا وكيلقى الانسان هذا عنده ارض خيصبه فين يطرع راه هذا الشيطان بالوسوسه ديال فإلى لعن ابليس وخزا ديك الافكار وبعدها راه قلت راه عطينا يعني اختي عائشه عطيت في الحلقات مع اختي سلمى عطينا ما يغني في هذا المجال قلنا بزاف ما نقدروش نعيدوا اكثر يعني لا صافي السفينه في حقه فكنقول الانسان الا خرج على العهد على النصاب معهود في الوسوسه لازمه طبيب لانه صافي راه يعني خربق السيروتون عنده تخربقات عنده بواحد الشكل غريب فيمشي يدعمه الطبيب بالادويه مهدئه وغادي يبدا يرفع معنيه الامتصاص ديال السيروتون غيرجع لحاله الطبيعي ثم يرقي نفسه والدعاء ان شاء الله ناخذ مكالمه رشيد من اكادير السلام عليكم رشيد وعليكم السلام ورحمه الله كيف دايرين لالا الله يبارك فيك ولله الحمد كيف داير الاستاذ ما يطول عمرك الحمد لله تفضل سي رشيد الله يجازيك بخير نعم رشيد انا دائما كنتسنط القران ملي كنعس يعني كندير لي كيتسقيني في الفون وكنبقى كنتسنط ليه حتى كيدين نعاس ملي كنفيق الصباح نعم كنلقى مازال القران خدام يعني تنحيته كلها المشكل اللي عندي هو انني ملي كنفيق الصباح كيقول لي راه كتبكي بالليل وكتنين بالليل يعني بحال شدك داك بوطاس كنقول لي نعم انا ما كنحس حتى شي حاجه كنوض عادي الصباح ولكن الاسره ديالك ولا كيفاش خير ان شاء الله خير ان شاء الله طيب غادي نجاوبوه ان شاء الله مباشره من بعد ما توقفوا مع اذان صلاه الظهر حسب توقيت الدار البيضاء الكبرى ونو تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والتواب إذن أستاذ نخدم مكالمة أخرى دائما على 05-22-10-36 هبة بن أكادير السلام عليكم هبة ألو ألو السلام عليكم هبة نعم لالا تفضلي أختي عفاك دوزي لي الشيخ نعم هو في الاستماع نعم نعم السلام عليكم الشيخ السلام لالا الو نعم معك نعم حنا كنسمعوا لك هبه نعم شي راه شي مرتبكه وهذا لا خذي راحتك معك اختك عائشه واخوك الادريسي معك مرحبا واخا شكرا عافاك انا دابا طالبه في لافاك والمهم عندنا امتحانات هاد الايامات الله يجازيك لما دي معنا وصراحه شي ايامات فاش كنمشي نصلي سيرتو في الجامع نهار الجمعه ما عرف كندخل للجامع وتنحس بالرجفه سيرتو فاش يقرا ذاك سيرتو باش يقرا هذاك السيد كيقرا وتيخلي بين الجمعه انا تندير رجف يعني خصوصا ملي كيكون كيصلي الامام يعني بالمصلين الى اخره ربما قال لك كتحس بالارتجاف ولا الخشوع ربما ان شاء الله غادي نجاوبوها مباشره من حرر مكالمه اخرى ونستقبلوا ادريس من مراكش السلام عليكم سي ادريس وعليكم السلام ورحمه الله نعم اخي تفضل كيدير اخي دكتور هاني الله يطول عمرك اخي استاذ معك اخو مرحبا نعم الله يبارك فيك عندي واحد الحاله ديال واحد الزوجه ديال مرت الاخ ديالي. المهم
المهم تيبغي ولا شي تهيؤات غير عاديين. نعم يعني تتبلى يعني تزوجت هي بالاخ ولكن هذاك الشيء اللي يعني مفروض خصو يدار ما كاين والو وتتبلى واحد السيده تتبين لها واحد الولد تقول لها هذا هو الزوج ديالك. نعم. يعني راه ماشي لا تزوجتي بهذا السيد غادي نقتلك اما انت اما قتلت الاب ديالك. نعم. فاش تدخل الصلاه تكون تصلي وهذاك الشيء تيبان لها جايين عندها وتيبان لها ثاني واحد تهيو اخر جوج سبوعات يبانوا لها جايين عندها حتى تيقربوا لها عاد يجعل الله بيناتهم واحد الحاجز بحال الجاج بحال المهم السيده المهم حاله المهم الا كانت هي عاديه راهي عاديه وبالليل ما تتنعش يعني ما تتنعش يعني تتبغي تهرب تتبغي هاد الاخ خليك معايا الاخ الفاضل هاد الاخت ما طراو لها هاد الاعراض حتى تزوجت الزواج باقي يعني عام ونص هذا دابا قبل ما تزوج يعني قبل ما يتزوج بها الاخ ولكن بالنسبه للحوايج اللي كانوا عندها شي حوايج هي مثلا تقاس ما لقاوهم ناقصين بحال مثلا لا اسمح لي هزم نسول هاد الاخ خطب من قبل قديم نعم شحال الخطبه باش خدم باش خطبها البنت يعني شحال المده اللي دامت الخطبه بين الاخ ديالك والزوجه ديالو دابا تقريبا لا خطبه قبل شي عام وصرف عام ومرضت من بعدها عام وشي حاجه دابا صافي هادشي اللي بغيت وصل السؤال ديالك نعم طيب غادي نجاوبوا باذن الله نجاوبوا طالبه اللي اتصلت بنا هبه من اكادير اللي كنتمناو لها التوفيق يا جميع الطلبه ان شاء الله نعم اختي اسال الله عز وجل ويوفق جميع الطلبه في الامتحانات ديالهم وينجحهم لانهم على مشارف السنه الدراسيه النهائيه ديالها الله يفرح الجميع وكنقول لهم ان شاء الله يعني بلادكم محتاجاكم باش تشاهدوا وتخدموا مزيان في الامتحان والله يفتح عليهم فتح المبينه ثم بالنسبه لديك الحالات اللي كتنتبه يوم الجمعه فشوف غادي نوصلوا اختي عائشه ان شاء الله واحد الدروس وغادي نذكروا كيف كان القران على هذه السلف الصالح وكيف كان يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف حالنا اليوم نحن مع القران اذا كان يخرون للاتقان يبكون ويزيدوا خشوع هذه لا حول هذه زوينه هذه بزاف يا ريت تكون ولكن هي اللي كنت باليني في المخليه ديالي راه غادي تسمع ايه السحر وغادي نطيح هذه راه مشكله راه ابليس راه دار فينا غزوه هذه المشكله لانه عبد الله بن عباس وبزاف صالف قالوا لي شي اقوام راه كيسمعوا القران وكيتولهوا بحب الله وكيتسقطوا وكيغيبوا قال لهم اجيو نشوفوا مو الصادق نطلعوا على شي حيط عالي ونشوفوا شكون الصادق من الكذب كذب يعني كذب حتى الناس بكري اللي كانوا كيقراوا كتاب الله الا وقف عليه شي واحد كيستروا كيدير راسه ما شافوا حتى حد خلي علاقته مع الله عز وجل ماشي بدك الولاء وكذا وغادي نوصلوا هذا المسائل ونهضروا بالنسبه للاخ الكريم الاخ الكريم انا يعني هذه البنت دخلت واحد المرحله فبالتالي انا سولته على سؤالين وهذاك هو يعني فين بغيتو فبالتالي هاد الاخت يعني ارقيوها انا يعني شميت واحد الحاله فإلى لقاو النتيجه فبها ونعمت الى ما لقاوش يتصلوا عندي ويجي عندي مش كنقول له يجي عندي والله شفقة على هاد البنت فقط الى جا عندي ممكن تفك المشكل ان شاء الله باذن الله عز وجل ان شاء الله اديه لاي راقي انا اقولها اديها لاي راقي ولكن لما كانش جيبي عندي ان شاء الله يكون خير ان شاء الله باذن الله نعاود نذكروا مستمعينا الكرام بارقامنا الهاتفيه 05 22 36 10 36 يمكن لكم كذلك تبعثوا لنا بتساؤلاتكم دائما على 5566 اعيد 5566 مريم من اكادير عافاك دعي معايا استاذ الله يشافيني ويشافي الاب ديالي والام كذلك اسال الله العظيم رب العشر العظيم ان يشفيك ويشفي اباك وامك ويشفي جميع المستمعين وجميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها امين امين. نعم ان شاء الله نتمنوا الشفاء لجميع المسلمين. سلام اختي عائشه وعليكم السلام شكرا لكم بزاف على هذا البرنامج العفو عافاك انا مريضه بزاف كيضروني رجلي وراسي والم في المعده كذلك وشكرا اذا يعني خير ان شاء الله اختي يعني يطلب الله لها الشفاء العاجل ثم تشوف الطبيب ديال المختص فاذا عاوتاني تكمل بالطب البديل او الطب النبوي غتلقى الضاله ديالها ان شاء الله ان شاء الله رساله اخرى انا اناس شكرا جزيلا يا استاذ واش نمشي عند طبيب نفساني اولا طبيب عام وشكرا احنا ما عرفناش علاش الاخت وقيل لعلها السائله من قبل نعم هذا اناس ما نعرف اذا كان ذكرت انا كان عنده حاله الوسواس ولا هذا ربما كيشوف
يعني الطبيب ديال الامراض العصبيه الدماغ او كذا، ولكن يحبذا في الاول يمشي ابتداء عند الطبيب النفسي. نعم ان شاء الله ان شاء الله. ومع الدعاء ومع الرقيه يرقي نفسه غيكون خير. نعم ان شاء الله يا رب الله يشافي الجميع. السلام. الله يجازيك بخير استاذ. انا كضيق عليا نفسي وكيضرني راسي بزاف، جبت واحد الراقي وقال لي عندك علامات العين وبغيت تنصحني. الله يجازيك بخير، شنو يمكن نعمل؟ مزيان هذا الراقي فاضي من اللي قالك علامات العين، يعني ما كثرش عليك بزاف المواصف اللي غادي يودي بك لهذا، فيعني مزيان العين ترقي نفسك يعني غادي لعله صادق الراجل الحمد لله من اللي قالك العين راه مزيان. فالمعوذتين نعم خذ عندك المعوذات، عندك آية كرسي، عندك فواتح البقرة، عندك الأواخر ديالها، ويعني كفى. نعم. سلام. أنا كنحس يعني بألم في الأذن ديالي مع الكلام، ومع العلم أنني كنعاني من مس، مشيت عند رقات بدون جدوى. تشوف الطبيب ديال هذا يعني ديال الانف والاذن والحلق هما عندهم اختصاص. ثم بالتالي بالنسبه الى كانت عندك الشق الاخر فيه مرض روحي اعمل رقيه، ولا مشيتي عند الراقي ولا كذا وما جابش الله نشوف واحد اخر ان شاء الله غيكون لك خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اذا ناخذ مكالمه دائما على 0522 36 10 36. رقيه من خريب كاع. السلام عليكم رقيه. عليكم السلام ورحمه الله. نعم لاله تفضلي. دايره اختي عايشه لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لاله. عواشركم مبروكه. علينا وعليك بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتي ان شاء الله. اختي بغيت نهضر مع الاستاذ. إيه نعم وكيسمع لك. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام لاله. لاباس عليك؟ الله يطول عمرك. نعم رقيه تفضلي. استاذ انا عندي واحد المشكل صعيب. نعم. ما ان شاء الله. عندي واحد المشكل استاذ محلي بزاف. خير ان شاء الله. نعم رقيه. عند واحد المشكل عندي صورتي مشي عليا ما بقيتش عرفتها. شنو هي؟ صورتي كتمشي عليا. هي صورتها. الصورة ديالك كتمشي عليك. صورتي ديالي ديال الشخصية ديالي ما بقيتش عرفتها. يعني واش ملي كتشوفي في المرأة ملي كتشوفي في المرايا ولا هي كتحسي الصورة ديالك؟ لا من الداخل من الداخل وفي المرايا ما بقيتش كنشوفيها كاع. مسكينة لاباس عليك ان شاء الله لاله. هي الأستاذ. نعم بنتي. مشيت عند الطبيب النفساني. عامين وانا تدعن اه وقال لي شوفي ما عندك حتى حاجه. جميل. نعم. قال لي ما عندك حتى حاجه. نعم. طبيب نفساني مشيت عنده. اييه. عطاني الدواء. قال لي ما كاين حتى حاجه. قال لي سيدي بعدي مني راه ما عندك والو. عطاني واحد الدواء راه حسيت بحال دابا راسي ما عطوش تكالم عليا ولا شنو. خير ان شاء الله تسمعينا لله. ان شاء الله لاله رقيه مشكور على تواصلك معنا. ناخذ كذلك مصطفى من مراكش. السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله. نعم سيدي تفضل. تحيه ليك وتحيه للاستاذ الكريم. الله يبارك فيك. شكرا. انا الاشكال اللي عندي هو انه الزوجه ديالي عندها المس العاشق الثاني. نعم. واستاذ تقريبا 9 ديال الرقات. نعم. اللي وصلنا لهم الان ولحد الان هذا مازال يلزمه. ما بغاش يعطينا اتساع. مازال ملازمه. باقي ملازمه. والمهم اخي انا تنقول لك يعني دائما اسال الله ان يشفيها شفاء عاجلا. يا رب ان شاء الله. وان كيد الشيطان كان ضعيفا. الى عيسي مثلا ماشي كنقول لك انا لا ادعي المعرفه حاشا لله. الى عيسي ومليتي خذ الهاتف ويجعل لك الله خير ان شاء الله. الى عيسي انا كنقول لك الى استنفتي ومرحبا بك ديك الساعه. نعم ان شاء الله. نعم. يمكن له يتواصل مع الاخت. نعم وتذكير اختي الله يخليك عائشه. ايوه استاذ تفضل. يعني دائما اذكر المستمعين يعني كاين الناس اللي كيجوا عندنا المركز وانا عندي تسجيل كيكون دائما من الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس في الصباح. نعم. يعني كنكون من 3:30 حتى ل 8 كنبقى ديال العشيه. فيعني كيبقاو فيه الناس مساكين كيجيو تما المركز وكيبقاو هذاك. انا اذكر الناس ملي كتصلوا على الاذاعه كيعطيكم الهاتف، لكن عاوتاني دعمهم اللي تاخذوا الهاتف ادخلوا على اليوتيوب ولا على جوجل ديروا عنوان مركز فؤاد الفرقاني الادريسي هكذا عنوان مركز فؤاد فرقاني الادريسي غادي يخرج لك المواعيد ديال العمل والاوقات باش ما تعذبوش مساكن يجيو في شي واحد الوقت اللي ما فيهش الخدمه. نعم هذا هو اللي بغيت نذكر به اختي. الله يطول عمرك. الله يجازيك بخير. اما فيما يتعلق بالرقم الهاتف ديالك نعم يمكن له يتواصل مع الزميله زينب الله يجازيها بخير وياخذ الرقم ديالك. دائما على 052 36 83 04 او 03 اعيد 052 36
83 04 او 03. الا كان ممكن بغيت الرقم الهاتفي ديال الاستاذ اذا راه وهذا ما قلنا نعم. ونحن تكمله انا اختي عائشه علاش نعم. كنقولوا هذه المساله لانه الناس مساك الله يكون في العون نعم. حيت اللي يرتاح رتاح هذا كيقول لك اودي هذاك الاذاعه ماشي ما كتجي راه الاذاعه كتعطيكم وكتصل نعم. عليكم حتى ما كتردوا لك كيكون الضغوط عليها نعم. في الخط نعم. فيعني راه كيكون الخط يعني عليه ضغط كثير فانتم مساعده منكم كنتصلوا نعم. للاذاعه ولا ما لقيتش ندخل على اليوتيوب ندير عنوان نعم. مركز فؤاد فرقاني ادريسي هكذا يخرج لك المواعيد والتليفون وكل شيء نعم. ان شاء الله وحنا راه اشاره للجميع اذا غادي نجاوبوا المستمعه الكريمه رقيه من خريبكه اللي كتقول ان عندها مشكل ما بقاتش كتعرف الصوره ديالها وكتمشي لها الصوره ديالها نعم اختي هذا اضطراب وخلل في الرؤيه وخلل يعني في التفكير ديالها والطبيب راه لا حول ولا قوه الا تدري اختي عائشه نعم. الاطباء يعني في الشهر ديالهم اللي كياخذوا عطله ديالهم حتى هو بدوره كيعرض نفسه على طبيب نفسي نعم. بكثرة ما كيجي يعني هو السيد قال له مسكين يعني الله يجزيه بخير قال له انت راه ما بقى عندك والو لكن هذا يعني حتى الطب النفسي الان يفتقر الى الماريستال الحقيقي شنو هو؟ نعم. يعني راه الطب النفسي اختي راه خصنا حتى هاد المرضى راه ماشي كنعطيهم بالعاديه الادويه وكيمشيو مزيان راه الادويه اللي تعطي الطبيب ما شاء الله شحال من انسان كان صافي بشفيها وبفضل الله ثم الطبيب بعد الله عز وجل نعم. عاد بخير في الحياه ديالو وثم كاين الرقات ما شاء الله دعموا بعد طبيب عاوتاني ياك مزيان نعم. يعني كل شيء يعني كنا احنا في حلقه تشدوا بعضها بعضا فبالتالي راه الا كان سبيطار اختصاصي في المرض الامراض النفسيه وكيجيو الناس وكاين يعني جو مريح وفيه هدوء ومعامله طيبه وخذ الانسان واحد الشهر ولا شهرين في هذاك غيخرج نعم. بشي اما راه كنعطيو الادويه وغيخرج للمحيط اللي فيه خذ الحاله النفسيه وغيشوف بعينه عاوتاني وغيمرض نعم للاسف لا حول ولا قوه الا بالله اذا السيدة يعني تكملة أقول لها أختي يعني باش ندعمها نفسيا أنت يا أختي الفاضلة ما دام تكلمتي معنا بالعكس أنت عندك وجود وعندك بنتي كيان وبالعكس أنت في كامل قواك العقلية كتكلمي ما شاء الله بالعكس أعطيت ثقة في نفسك بنتي ما كان عندك صورة ما دام كتكلمي عندي إلا عندك صورة حقيقية ظاهرة كلشي الناس كيشوفوك وأسأل الله الله يعجلك بالشفاء يا رب إن شاء الله نمشي ونقراو رسالة أخرى توصلنا بها دائما على 5566 السلام عليكم ورحمة الله أنا أمينة من طنجة ولا أمينة عفوا مزوجة هذه السنة بغيت الولاد ولكن عندي مشكل يعني ما عنديش ما كتجينيش الدورة الشهرية بمرة الله يخليك إلا قدرتي تفيدني أستاذ هاد الأخت يعني تذهب إلى الطبيب مختص إلى شفت الاختصاصي ديالها وقال لها ما عندك تا حاجة وجات هذيك السيل الياس مبكره راه كيطرى هذا الشيء ولكن دائما رحمه الله كبيره نعم يعني راه كترجع على الطبيب ديالها الى هو هذاك فبيون ما كانش كتلتج للطب البديل والطب النبوي راه تا هو فيه تكمله ان شاء الله تعالى بيدي. ان شاء الله مع الرقيه ان شاء الله غادي يكون لها خير مع العلم ما ديش بال يقول لها شي راقي راه فك شي جن ولا كذا ولا حبس عليك هذا خروقات وكذب يعني تعمل الدواء ديالو الرقيه وتكون لاباس نعم اذا ناخذ اصيل او لا اسيل من امريكا السلام عليكم الو وعليكم السلام نعم لله الو نعم لله السلام عليكم حبايبي السلام عليكم تحياتي ليك الاستاذ الله يبارك فيك لله نعم تفضلي الله يخليك انا عندي واحد القصه وقعت لي وبغيت نشارككم بها ونشارك الناس معايا هو انني كنت كنعاني من اضطرابات نفسيه وفي المغرب في المغرب قالوا لي يقدر يكون عندك مرض نعم وجابوا لي واحد الراقي باش يرقيني نعم وفتشوا بقيت يقرا القران كيقرا لي القران داك الشيء يعني انا كنت حاسه بشنو كيوقع بيا ولكن جات واحد الحاله نفسيه اللي بقيت كنبكي كنبكي وما قدرتش نهضر نعم مي هو بقى كيقول لهم لا صافي راه عندها يعني عندها حاله نفس راه ساكنها شي جن وبحال هكا وداروا لي واحد واحد يعني انا قصه ديالي كنعاودها باش الناس يعني الناس ترد بالها راه ماشي كلشي كيكون نص يعني مرات الانسان كيكون عنده غير اكتئاب داروا لي واحد الزيف على راسي وجاب واحد جاب الماء وبقى تيقرا لي القران وتيشربوني الماء بزز يعني حسيت براسي كنت غنموت وتيديروا لي وتسد لي في منخاري وتيشربني الماء وانا كنقول لهم غنموت يعني صافي كنت كنتخنق لولا ان حفظك الله نعم
الحمد لله. نعم ما ما حدش تبقى تقول لهم لا هذا راه هذا راه داك الشيء اللي ساكنها هو اللي ما مخليهاش تشرب الماء ديال القران وانا كنت حاسه باش ما تيوقع القضيه وزاو الله يكون بخاتي وبنات خاتي شدوني يعني كنت صافي كنت غنموت ما لقيتش حتى شي يعني اضطريت انني كنمشي وداك الشيء اللي كيقول راه هذا هو المشكل الاختي اللي بقات كتسمعني اسمعيلي اسمع فهمتك يعني هذا هو المشكل بعض المرات ملي كيوقع المداخله ديال الاخت جيده نعم جيده وهذا يعني شهاده نعم وهذا يعني احنا خمسة شهور تقريبا باذن الله لما جيت للقناة المباركه نعم. وانا حول هذا ادندن من النهار الاول وانا ادندن حوله نقول يعني الا قلنا الناس ما كاينش مس وما كاينش السحر وما كاينش عين بخصنا الناس اشياءهم والعياذ بالله وتكلمنا بغير علم ولا تخفوا ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر وفؤاد كل أولئك عنهم مسؤول وإذا رددنا آيات تثبت السحر وتثبت العين وتثبت المس يعني رددنا والعياذ بالله وحاشا لله وبالتالي إلى قلنا ما كاين عير الأمراض الروحية وسدينا باب الطب هذا ظلم وجور في حق الطب برمته فبالتالي احنا كنا دائما نعني ننصف هذا ونصف ذاك من نهار بدينا انا انصف الطرفين وما عندي علاقه بتحد انا عندي العلاقه مع الحق مع الله عز وجل يعني انا دائما والناس سبحان الله يعني وتسمعون وشهادات الناس شوفوا والله يشوفوا من الاذاعه ما جاوش عندنا وشافهم الله عز وجل حتى اللي عنده معضله جاوا شافها الله وشي عضروقات شافهم الله فبالتالي اقول اختي الفاضله يعني الحاله ديالك كاينه موجوده ولكني لها اسباب ممكن تشفى بعقاقير وممكن تشفى حتى بالرقية بإذن الله إذا كان الإنسان ما بقى ما وصلش واحد المرحلة بدا كيدخل يخرج في الكلام هذه ف يعني المداخلة اللي كانت عجبني فيها وهي اللي بغيت نقول وذكرتني فيها مشكل كيوقع بعض المرات كيجي الراقي ولا علم له كيشد هذاك المريض كيبدا كيدبس فيه هاك 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 المشكل ملي كيكون شي واحد من الحاضرين تيقول له السي راقي راه كذا تكون مراته كتضرب قدامه ولا اخته ولا اخوه ولا كذا تيقول له اسكت انت لا علم لك راه هذا الجل اللي فيه متربص فيه فاذا كيعودوا كيشدوها وكيعودوا هما مساعدين ديال الراقي وهي تستنزف وتسرق الله يرحم ويدي يطلقوني راه انا فلان اسكتي عدو الله انت كاذب فهذه كتوقع يعني ما شاء الله فلا حول ولا قوه الا بالله فبالتالي هنا في خص يكون راقي على بال ويعني كي الاخوات انا بلغتني واحد الاخت يعني وهاتي وكتبتها في كتابي يعني استنجد الراقي بقى كيقول لي اسكت عدو الله اسكت عدو الله حيت كتقول لي نعم انا عدو الله وساخرج في التو وفي الحال اشهد ان لا اله الا الله وعير تلقها قالت لي يا عدو الله كنت تقتلني راه انا اللي تنهضر وما كاينش وسبحان الله هذا الذي يحصل كثيرا لطف من الله سبحانه وتعالى الله يجازيك بخير جميل جدا استاذ ناخذوا عبد الرحيم من القنيطره السلام عليكم الو الو السلام عليكم سي عبد الرحيم ربما نقاطع الخط نتمنى ان شاء الله يعاود يتواصل معنا دائما على 0526 30 10 30 سلام انا رضوان من الداخله انا عندي حاله اكتئاب كيقول هاد وكناخذ ولا كنوض بالليل اذا وكنسهر بزاف وما بقيت كنشعر حتى شي حاجه وكيصرخ كذلك كيصرخ وكيسهر بالليل نعم ما عرفتش الولد ما عرفتش يعني كينوض قال لك بالليل وكيصرخ الى اخره شفتي الدواعي كثيره يعني احنا دابا اختي هذا هو اللي ما نقولوا الرقيه الرقيه راه علم قائم بذاته له اختصاصي في هذا المجال يعني ملي جينا بهذه الحاله كنسولوا على بزاف الحوايج في الحياه اليوميه اش هذا الولد هل يتناول بعض المخدرات الى ما كانش اذا كان شاب طيب كنرجعوا لواحد المساله اخرى كنشوفوا الفشل ديالو واش ما خدامش واش كذا هادو دائما مسبقات كنشوفهم من الجانب النفسي فاذا لم نجد شيئا التجأنا الى الجانب الروحي فاذا وجدنا شيئا رقيناه وغادي تكون النتيجه يعني ما نقدرش نلزم اختي يعني بدون علم ما نقدرش نقول فيها نسينا واحد الاخ اللي كان اتصل قبيله وقال لك انا كنبقى ندير هذوك السماعات في الاذن ديالو وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أليس أختي الفاضلة أليس أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن بلى أليس الله عز وجل أمرنا بسماع القرآن ثم بعد سماعه تدبره هذا الأخ الكريم وكثير هذه ظاهرة وبدعة مستحدثة في هذا الزمان وما استحدثت إلا من الخوف من المجهول ألا وهو الجان ف
استحدث هذه الدار، تلقى الانسان نايم في الليل وحاط السماعات في ودنه وكيشخر وكذا، ويقدر يلغط ويقدر يسب كتاب الله يتلو. بالدليل الاخ كيقولوا لي كنتي بجنبنا كتغوت وقدر ممكن يعمل اي شيء. هل وصل كتاب الله الى هذا الحد؟ اذا انت لم تلقي له بالا ولم تعتبر كلمه فهذا من هجران كتاب الله عز وجل. هذا كنت يعني بقيت عقلت عليه كنت نقولها ان شاء الله. ويستحسن انه يسمعوا هو مستيقظ نعم تاويله يسمعوا موسيقي. إذن شكرا لكم مستمعينا الكرام، الله يجزيك بخير أستاذ فؤاد الإدريسي الفرقاني، اختصاصي في العلاج بالرقية الشرعية والطب النبوي كذلك. ومازال غادي نواصل الحديث ديالنا غدا بحول الله، دائما في إطار وفي موضوع قصة سيدنا إبراهيم الخليل والقصة ديالو مع الابتلاء. شكرا لك زميلي وأخي مهدي في الإخراج، شكرا لكم مستمعينا الكرام. كانت معكم عائشة وراء الميكروفون، في أمان الله والسلام عليكم.